بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يؤلف الكتب بحسب حاجة الإنسان، عبادات ثم معاملات، وإذا باع واشترى وحصل له مال جاءوا بكتاب النكاح، ثم بعد هذا لابد أن يحصل شيء، فراق وطلاق وموت وما إلى ذلك. أخذنا بالأمس الخلع، وهو من يعرف؟ نعم، مثل خلع الثوب، ولكن هذه الفرقة تكون من قبل الزوجة، وقلنا لابد أن تتقي الله ولا تطلب هذا الأمر إلا إذا كانت تعرف أنها لا تقيم حدود الله سبحانه وتعالى مع الزوج. ذكرنا قصة زوجة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، بشر عليه الصلاة والسلام بالجنة، شهدت له قالت: والله يا رسول الله لا أعيب على ثابت دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر بعد الإسلام، أي أنها لا تقيم مع ثابت رضي الله عنه حدود الله. ترد عليه الحديقة ويطلقك تطليق، هذا هو الخلع، فرقة لكن من قبل الزوجة. ثم لابد الرجوع في هذا الأمر إلى القاضي الشرعي، كما أنها رجعت في هذا. أنت تسمع يعني في هذه الأيام قصص عجيبة غريبة، مرأة تقول خلاص انتهى الأمر، أنا صنعت بزوجي هكذا وكذا، حتى الزوج يعني لا يدري أن هذه العلاقة لابد فيها من الرجوع للشريعة، يحرم عليه إخراج من بيتها، تجب عليه النفقة، يطلق تطليقة واحدة ولا يزيد. نعم، وغير هذا من المسائل اللي مرت معنا. طيب، بعد الخلع ما عقوبة من تطلب الخلع والطلاق من زوجها من غير ما بأس؟ قال عليه الصلاة والسلام: فحرام عليها رائحة الجنة. هذه الأحاديث ماذا نقول فيها؟ نقول ما كان عليه أكثر السلف، نمرها كما جاءت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. نعم، هل معنى هذا أن لا نفهم معناه؟ لا، نفهم معناه، لكن لا نحرص على الجمع بين هذه الأحاديث، حديث الوعيد وأحاديث الوعد، لأنه هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. وبعض الأزواج هدانا الله إياهم يؤذي الزوجة ويصنع ويصنع بها حتى تطلب الخلع، يقول: طيب أموال دفعت لك كذا وكذا 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 وكذا، تعطيني؟ يكون الخلع إلا اصبري على العذاب. نعم. طيب، كتاب الطلاق، وذكرنا أن الطلاق مثل الطلقة، إذا خرجت هذه الكلمة لا ترجع. في الغالب أن كل من يطلق، في الغالب أن كل من يطلق يكون مستعجل، يندم ويرجع ويسأل ويبحث عن فلان وعلان، وفي الغالب أن الصغار قبل الكبار يتكلم في مسائل الطلاق. ذكرنا أن المعمول عليه في المملكة العربية السعودية
تأخير مواعيد الطلاق، تأديب من طلق، كيف يؤدب؟ تراجع غدا، ماذا صنعت؟ هات الولي وهات الزوجة وأكتب وكذا. لماذا؟ لأن هذا الفعل هو الذي كان عليه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، رأى الناس تساهلوا في هذا الباب، أخذ الناس بالحزم، هذا يكون فيه حماية للشريعة من التلاعب. وانت تسمع يطلق حتى من لم يتزوج، يطلق يعني على أتفه الأسباب. نعم. طيب، الطلاق إما أن يكون طلاق بدعي أو طلاق سني. الطلاق السني الذي يكون في العدة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، والطلاق البدعي يطلقها مثلا وهي حائض. نعم. طيب، قلنا الطلاق إما أن يكون صريح، كان يقول لها أنت طالق، أو ما تصرف مطلقة طالقة. الكناية لابد فيه من نية، فقل لها الحقي بأهلك، وينوي به الطلاق. يملك الحر ثلاث طلقات، فإذا جاءت الطلقة الثالثة حصلت بينهما البينونة، ولابد من أن تتزوج، إذا أراد أن يراجعها تتزوج زوج آخر ويطأ، ولابد. نعم. ولا تحال على الشرع على ما سيأتي بإذن الله تعالى. ذكرنا أيضا الإيلاء، من يذكر لي الإيلاء؟ الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا للذين يؤلون أن يقسم الزوج على ترك وطأ الزوجة مدة تزيد على أربعة أشهر أو أبد الدهر. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعطيه القاضي السلطان مدة أربعة أشهر، يقول إما أن تطأ أو تطلق. قال لا أطأ ولا أطلق، وافعلوا ما شئتم. يلزم السلطان إما بهذا أن يرجع ويطأ أو بالطلاق، فإن رجع فعليك كفارة يمين. نعم. الظهار، نعم، هو أن يظاهر من زوجته، أي يحرم الزوجة ويقول لها أنت علي كظهري من تحرم علي تحريم أبدي، كظهري أمي أختي خالتي عمتي. لو قال أنت علي كظهر بنت خالتي لا أشكال. نعم. طيب، قال عنه الله سبحانه وتعالى عن هذا منكرا من القول وزورا، فماذا يصنع؟ لا يمكن له أن يطأ قبل إخراج الكفارة، وهي عتق رقبة مسلمة خالة من العيوب، فإن لم يستطع شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. نعم. طيب، أما تحريم المملوكة أو تحريم اللباس أو تحريم بعض الأطعمة فهذا فيه كفارة يمين. امتنع عن أكل الطعام، أقسم بالله ألا يأكل من هذا الطعام أو هذا أو يلبس هذا اللباس أو لا يطأ أما نعم يملكها، فهذا فيه كفارة يمين. نعم. أما ما يتعلق باللعان، قلنا نسأل الله السلامة والعافية، إذا قذف الزوج الزوجة بالزنا يلاعن، يؤمر بماذا؟ إما أن يأتي بشهود يوافق هذا على ما سيأتي معنا في
القضاء يوافق هذا في قوله 3 شهود، فإن لم يأتي بالشهود لا بد أن يلاعن، إن أبى أقيم عليه حد القذف. يا أخوانا، الشريعة جاءت لحفظ العرض، وهذا على ما سيأتي في الشهادات في القذف بالزنا. حتى الفساق، حتى الفاسق ما تقذفوا بهذا. اجتنبوا 7 الموبقات، اجتنبوا، يعني اجعلوا هذه الأمور في جانب وأنتم في جانب آخر. اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات. المحصنات، محصنة هي المسلمة، سواء كانت عفيفة يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله أو غير عفيفة، فما بالك من يقذف العلماء. جاءت الشريعة لحفظ هذه الحقوق، أنه لا أحد يقع في عرضك. بل قال بعض العلماء رحمهم الله أنه لم تثبت قضية واحدة فيها شهود 4 على يعني زنا. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى أراد ماذا؟ أن العبد يتوب وينيب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم، لابد من إنكار المنكر بما تقتضي الشريعة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تقتضي الشريعة. لكن أنت تعرف أن بعض الناس هدانا الله إياه يتكلم في أعراض الناس دون علم ورجما بالغيب وما إلى ذلك. وإن وجد إنسان تاب وأناب، ماذا نصنع؟ نفضحه؟ يا أخواننا، انظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماعز رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أصبت حدا فطهرني، هو والغامدية وكذا. فعندما رموه بالحجارة أراد أن يفر، فقال عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ ستر على المسلم وما إلى ذلك. وعندما سب من أحد الناس أنكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد تاب توبة، كذا قال في الغامدين. فهذه الأمور لا بد أن ننظر لها. من يعني أغرب القصص، رجل تزوج امرأة، وليلة الدخول عندما دخل عليها وجدها تبكي: ما بك يا أمة الله؟ أخذت تبكي وتقول له: استر علي ستر الله عليك. قال: ماذا حدث؟ فذكرت أنها حامل، نسأل الله السلامة والعافية، من زنا. ويقول أنه بدأ عليها يعني الندم والتوبة. فأخذ هذه المرأة إلى مكان لا يعرف أحد، مكان نائي، ظل بهذا المكان إلى أن وضعت. بعد أن وضعت أخذ هذا الطفل عندما دخل الناس في صلاة الفجر وجعلوا في خرقة، وضعوا عند باب المسجد، دخل وصلى. بعد الصلاة أخذ الناس يعني يتكلمون: هذا لقيط كذا. قال: يا جماعة، أشهدكم أنه في رعايتي. وأخذ الولد وأرجع إلى أمه، يقول: تبرأت منه وسترت على المرأة وأرجعت لها الولد. يقول: فيما أعلم والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى فتح علي بأبواب كثيرة من الخير، وأنا أظن أن السبب هذا هو أنني سترت عليها وهي تائبة لا مصرة معاندة. نعم، اللعان
يكون من قبل الزوج عندما يرمي الزوجة، نسأل الله السلامة والعافية، بالزنا، وفي الغالب يكون لنفي الولد، يلاعن ويذكره القاضي بعد الرابعة وقل انتبه ترى هذه الخامسة موجبة. نعم. ثم بعد هذا يتحول القاضي إلى من؟ إلى الزوجة، إما أن تعترف أو تلاعن. إن أبت أقيم عليها الحد، إن كانت ثيب فالرجل، وإن كانت بكر فالجد. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العدد، طلاق، تأتي الآن العدة. العدد إما أن تكون العدة عن فراق أو عن وفاة، إما عن فراق كالطلاق مثلا أو عن وفاة. عندنا قاعدة، الحمل أم العدد، الحمل أم العدد، إذا وجد الحمل إلغي كل عدة، إذا وجد الحمل تلغي كل عدة، والحمل هو العدة. مثال: طلق زوجته اليوم قبل صلاة الفجر وقال لها أنت طالق، صريح، وهي حامل، خرج إلى الدرس وصلى الفجر حضر معنا الدرس، رجع إلى البيت وجدها وضعت الحمل، انتهت العدة. مات قبل صلاة الفجر ثم بعد صلاة الفجر وضعت الحمل، انتهت العدة. الحمل أم العدد. هل يأتينا إنسان يقول لا لابد أن تعتد 14؟ نقول لا، الحمل سواء كان طالت المدة أو قصرت المدة أم العدد، فإذا وجد الحمل فهو عدة. ننظر الآن، من كان، قلنا إما عدة فراق أو عدة وفاة. عدة وفاة إذا كانت حامل تنتهي العدة بوضع الحمل، طالت المدة وقصرت، لكن إن كانت غير حامل وتوفي عنها زوجها فماذا نصنع؟ تعتد 14، 4 أشهر ميلادية، صح؟ لا اعتبار لهذه الأشهر يا أخي، هجرية، 14. طيب الثانية، من كان الفراق بماذا؟ بطلاق. غير المدخول بها، عقد على المرأة، عقد عليها ولم يدخل بها ثم طلق، هذه ليس عليها عدة، هذه غير المدخول بها، انتهينا الآن. غير المدخول بها، المدخول بها إذا كانت حامل فالعدة وضع الحمل، وإذا كانت تحيض فالعدة 3 حيض، وإن كانت لا تحيض، صغيرة أو كبيرة أو مريضة، صح؟ نعم، صغيرة لا تحيض، كبيرة آيسة، ليست بصغيرة ولا كبيرة لكنها مريضة لا تحيض، ماذا نصنع؟ تعتد 3 أشهر إلا إذا ارتابت، لا تدري ما السبب من توقف الحيض، لعله يكون حمل ولعله يكون مرض، فنقول تنتظري حتى تزول هذه الريبة، ومنهم من يقول تنتظر 9 أشهر على اعتبار يكون الرجوع إلى المفتي أو القاضي وهو الذي يعني يحدد لها. إذن الفراق مدخول بها وغير مدخول بها، غير مدخول بها ليس عليها عدة، مجرد أن يقول لها أنت طالق الحمد لله تتزوج، هذا طلقها الآن من هنا
هذا يأتي ويعقد عليها والحمد لله رب العالمين. طيب أما المدخول بها حامل أم العدد يقضي على كل عدة، غير حامل تحيض، نعم تحيض ثلاث حيض، لا تحيض ننظر، لماذا لا تحيض؟ عائشة أو صغيرة ثلاثة أشهر مرتابة لا تدري ما الذي منع الحيض عنها، هل هو الحمل أو المرض؟ ننظر حتى تزول الريبة. نعم، إذن عدة الوفاة هذه لابد أن تعتد، حامل إلى أن تضع الحمل، غير حامل أربعة أشهر وعشرة. طيب ماذا تصنع في هذه المدة؟ الآن العدة هي مدة تتربصها الزوجة وتمكث فيها الزوجة تعبدا لله، وكذلك يعني أنها تحزن على الزوج، والله سبحانه وتعالى جعل حتى بعد الطلاق وبعد الوفاة حق لمن؟ للزوج، حق حتى نعرف ونضمن خلو الرحم من الحمل وبهذا حفظ الأنساب. إذن ذكرنا الآن حفظ الأديان وحفظ الأعراض وحفظ الأنساب وحفظ العقول، الشريعة جاءت بهذا، حفظ الأديان ذكرنا في البيوع بيع الأصنام، أي نعم، وحفظ الأعراض في اللعان وسيأتي معنا حد القذف، وحفظ العقول أخذناه في شرب المسكر وبيع المسكر وما إلى ذلك وسيأتي بإذن الله في الأطعمة. نعم، وحفظ الأنساب حتى لا تختلط، ومن هذا يأتي الاستبراء. نعم، طيب يلزم من كانت معتدة بعدة وفاة ألا أن تترك الزينة سواء كان في اللباس أو في التطيب، وضع الكحل مثلا، حتى الكحل لا تضع. نعم، طيب وضع الحناء من باب أول، هذا يعني كان يعني في القديم وضع الحناء والكحل وما لذلك، اليوم أنتم تعرفوا أكثر مني لا تضع شيء وانتهى الأمر. طيب مزيل عرق تضع؟ مزيل العرق تضعه؟ لا، لأن هذا من التطيب أصلا. نعم، لأنه برائحة. الأصل أنها تلزم البيت الذي مات الزوج وهي فيه، ولا تخرج منه إلا للضرورة، ما تخرج منه، وتخرج منه للضرورة، إن أرادت الخروج تخرج نهارا، حافظ على حق الزوج. فماذا تصنع إذا اضطرت للخروج من هذا البيت، ليس لديها أحد وتريد تنتقل إلى بيت الأب مثلا، تنتقل في النهار، نعم، وتمكث في بيت الأب، أرادت أن تخرج يعني للنزهة، قالت متضايقة جدا أريد أخرج إلى الحديقة في هذا اليوم، تخرج؟ لا، لا تخرج حتى تنقضي العدة. هل تخطب؟ الآن مات الزوج وهناك رجل يعني يريد هذه المرأة، هل يأتي ويقول الحمد لله متى تنتهي العدة؟ لماذا؟ قالت حتى يعني تقدم للخطبة. هنا عندنا من كانت في عدة، عدة وفاة لا يصح التصريح لها بالخطبة، لكن يعرض لها، يعرض
لها، يعني يقول والله إني في مثلك لراغب ولا تفوتين نفسك، يعني منها المهم تعريف. الله أعلم أنكم يعني تعرفوا هذا أكثر من بعض الفقهاء. أما إذا كان الطلاق طلاق رجعي لا صريح ولا تعريض، لا تصريح ولا تعريض أبدا، لأنه يفسد على من؟ يفسد على الزوج، مفهوم؟ أي نعم. طيب، أما من قال من طلقت قبل الدخول فلا عدة، دخل بها ذكرنا حامل وضع الحمل، تكون ليست بحامل تحيض ثلاث حيض، لا تحيض آيسة وصغيرة ثلاثة أشهر، مرتابة حتى تزول الريبة. نعم. طيب، المفقود، المفقود هو الذي لا يدرى أحي هو أم ميت، مفقود، كان معنا في صلاة الفجر وصلى معنا ثم بعد الصلاة بحثنا عنه في كل مكان، في المطارات، في المستشفيات، في الشرطة، في كذا في كذا، ليس له أثر، لا ندري أحي هو أم ميت. ينظر القاضي في حال المفقود، هل فقد في بلد يغلب عليه فيها الهلاك أو السلامة؟ أين كان؟ قال كان في سفينة والسفينة هذه غرقت، مفهوم أخوانا؟ فهنا المكان الذي فيه يغلب عليه الهلاك. كان في دولة كذا عندما سقطت القنبلة مثلا، فهذا يغلب فيه الهلاك. كان في المملكة العربية السعودية ثم لا ندري أين ذهب، فهذا البلاد ولله الحمد يغلب فيه السلام. قال خرج إلى الحج وفي مكة فقد، يغلب عليه ولله الحمد السلام. فانظر القاضي هنا أم هنا. طيب، الآن الزوجة تقول أريد أتزوج، انظروا في حال هذا الزوج، ميت الحمد لله هذا الذي نريد، أخذ التركة وأجعل الأولاد عبيد لي، يعني في خدمتي وفي خدمة الزوج الجديد وكذا، وأرى حياتي. فماذا يصنع القاضي الآن؟ يصنع القاضي ينظر ويتحرى في حال هذا سلامة أو هلك، ثم يحكم بحسب ما يرى، يحكم يقول حكمنا في هذا اليوم كم؟ الثامن والعشرين من شهر ديسمبر، لا، حكمنا في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر صفر 1435 بأن فلان ابن فلان فقد منذ كذا وكذا، وقد تقدم فلان أو فلانة بكذا، وحكمنا عليه في هذا اليوم بأنه ميت. يقول للزوجة وعليك أن تعتدي من هذا اليوم، تبدأ الآن العدة بحكم القاضي، مفهوم؟ طيب، انتهت العدة وتزوجت وقسمنا التركة، رجع، أين كنت؟ قال في طلب العلم، ذهبت إلى موريتانيا وقلت تفرغ لطلب العلم. طيب، حقوق عليك والتزامات وكذا، قال العلم. نعم. طيب، هذه القضية يرجع فيها إلى القضاء. نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالعدد. الاستبراء
وهو أننا نتحقق من خلو الرحم من الحمل. الآن اشترى أمة وقلنا احذر من ما يكون من بعض الناس، يقول هذا رق ورق أبيض وكذا، وقد كذبوا في هذا، أرادوا أن يوقعوا أهل الإسلام نسأل الله السلامة والعافية في الزنا. المهم وجدت أمة 100% أمة واشتريت هذه الأمة، فماذا تصنع؟ ما تطعها حتى تتيقن خلو الرحم من الحمل. طيب كذلك لو كانت يعني مزوج لرجل وطلقها مثلا، الآن الأمة إذا كانت في السبي وأخذتها من السبي لابد أن تستبرئ، وكذلك عند الشراء. طيب هنا الاستبراء يكون بحيضة واحدة، نعم. طيب ولكن إذا كانت لا تحيض فماذا نصنع؟ العدة تكون شهر واحد، نعم. وإذا كانت حامل فبوضع الحمل، قلنا الحمل أم العدل. يبقى معنا ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من النفقات. النفقات ينفق على من؟ ينفق على نفسه وعلى زوجته وعلى الفروع وعلى الأصول وعلى من يرث منه وعلى البهائم. مرة أخرى، ينفق على نفسه وعلى زوجه وعلى الأصول الأب والأم وعلى الفروع الابن والبنت وعلى من يرث منه وعلى الوارث مثل ذلك. تنظر الآن في مسألة الإرث، هنا تنظر، جاءنا إنسان وقال هل يجب علي أن أنفق على أخي؟ نقول انتظر، قدر أن هذا الأخ مات ترثه؟ قال لا أرثه. لماذا؟ لأن الأب موجود، مفهوم، والابن موجود، فالمسألة من كم؟ من 6، الأب له السدس والابن له الباقي. هل يرث الأخ الشقيق؟ لا يرث، إذن لا تجب النفقة على هذا. طيب آخر، هل يجب علي أن أنفق على أخي؟ ننظر، إذا مات الأخ ترثه؟ قال نعم، ليس له لديه لا أب ولا أم ولا فرع وارث، لا فرع وارث ولا أصل وارث، ترثه؟ قال نعم أرثه. كم ترث؟ قال أرث من هذا الأخ الثلث، لأننا 3 إخوة وهذا هو الأخ الرابع، إذن تجب عليه ثلث نفقة الأخ هذا وعلى الوارث مثل ذلك. السادس، على البهائم، لديه خيول وبقر وغنم وإبل ودجاج مثلا، يجب عليه ألا يضيع هؤلاء، مفهوم. طيب النفقة على النفس ثم النفقة على الزوجة، كيف ينفق على الزوجة؟ بالمعروف المتعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير. طيب ويلزم بالنفقة إذا امتنع من أدائها، من يلزمه؟ يلزم السلطان. طيب أما النفقة على الأصول والفروع إذا كان غني وقادر يلزم بالنفقة، نعم. طيب الحضانة، الحضانة الآن إذا كانت الحياة الزوجية قائمة زوج وزوج، هل ينفق على الأولاد؟ نعم، ولا بد، أمر معنا هذا فروع، نعم. طيب الحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه،
وهي واجبة على من تجب عليه النفقة. الأم هي أحق بالولد ما لم تتزوج، المطلقة الآن هي أحق بالولد. لماذا؟ لأن الولد ما يصلح له أحد في الحضانة إلا الأم، فهي أولى بحضانة الولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت تنتقل الحضانة من الأم إلى من؟ إلى زوجة الأب؟ لا، إلى الأب. الأب ما يصلح يحضر، الأب ينفق. تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم، مفهوم؟ نعم. طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى كتاب جديد وهو كتاب الأطعمة. نكتفي؟ ها؟ متى أذن الظهر؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، قام من بعد الفجر وخطب ونزل لصلاة الظهر، ثم خطب بهم إلى العصر ونزل وصلى، ثم إلى المغرب ونزل وصلى، ثم إلى العشاء عليه الصلاة والسلام. حفظ من حفظ ونسي من نسي، يصح إذا كان عارض يصح، أما دائم الله أعلم أنه كان على ما يذكر الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، لكن يصح لا إشكال أن نبقى اليوم إلى العشاء إن شاء الله تعالى. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار. وبعد قبل صلاة الظهر الساعة 11:30 بإذن الله تعالى نكمل، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم.